قتلى وجرحى ودمار في أحياء سكنية. هكذا كان المشهد في مدينة الرقة على وقع غارات مقاتلات النظام السوري التي ضربت أحياء المدينة بدعوى استهداف مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في المدينة. مصادر طبية أكدت أن كل القتلى مدنيون وأن المنطقة المستهدفة لا يوجد فيها أي قطع عسكرية تابعة لتنظيم الدولة. في جبهة أخرى مشتعلة قال التنظيم إن أحد مقاتليه فجر نفسه وهو في دبابة مستهدفا تجمعا لقوات النظام السوري في محيط مطار دير الزور العسكري الذي يعد أكبر معاقل قوات النظام السوري بشرق سوريا. مصادر تابعة للتنظيم قالت إن مقاتليها شنوا هجوما عقب العملية وسيطروا على مواقع جديدة بالقرب من المطار العسكري، في حين لم تصدر تصريحات رسمية من النظام السوري حول سير القتال في محيط المطار. في مدينة دارية استمرت الاشتباكات المتقطعة بين المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري في الجهة الشرقية من المدينة، وأورد ناشطون أن المعارضة أحرزت تقدما باستيلائها على عدد من الأبنية، الأمر الذي يفتح أمامها الطريق باتجاه البساتين الشرقية وصولا إلى طريق درع الدولي. وأضافت المصادر المحلية في دارية أن قتلى سقطوا في الاشتباكات من الطرفين. حرب كر وفر في المدينة في ظل رفض الأهالي إبرام هدنة على غرار ما فعلت مدن سورية أخرى وإصرار قوات النظام السوري على محاولاتها للسيطرة على المدينة المحاصرة منذ أكثر من عامين. قتلى وجرحى ودمار في أحياء سكنية، هكذا كان المشهد في مدينة الرقة على وقع غارات مقاتلات النظام السوري التي ضربت أحياء المدينة بدعوى استهداف مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في المدينة. مصادر طبية أكدت أن كل القتلى مدنيون وأن المنطقة المستهدفة لا يوجد فيها أي قطع عسكرية تابعة لتنظيم الدولة. في جبهة أخرى مشتعلة قال التنظيم إن أحد مقاتليه فجر نفسه وهو في دبابة مستهدفا تجمعا لقوات النظام السوري في محيط مطار دير الزور العسكري الذي يعد أكبر معاقل قوات النظام السوري بشرق سوريا. مصادر تابعة للتنظيم قالت إن مقاتليها شنوا هجوما عقب العملية وسيطروا على مواقع جديدة بالقرب من المطار العسكري، في حين لم تصدر تصريحات رسمية من النظام السوري حول سير القتال في محيط المطار. في مدينة دارية استمرت الاشتباكات المتقطعة بين المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري في الجهة الشرقية من المدينة، وأورد ناشطون أن المعارضة أحرزت تقدما باستيلائها على عدد من الأبنية، الأمر الذي يفتح أمامها الطريق باتجاه البساتين الشرقية وصولا إلى طريق درع الدولي. وأضافت المصادر المحلية في دارية أن قتلى سقطوا في الاشتباكات من الطرفين. حرب كر وفر في المدينة في ظل رفض الأهالي إبرام هدنة على